مساء الخير، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ أنا اسمي محمد أبو قرع، بدي أنشر اليوم بخصوص السلسلة الجديدة، نكملها الأوراق المطلوبة لإعادة إصدار بطاقة التأمين الصحي. طبعا الكل بيسألك يعني إيش إعادة بطاقة إصدار التأمين الصحي؟ نفس الأوراق المطلوبة لما بتطلع تصدر بطاقة لأول مرة. هلا أنت كنت موظف، كنت معلم في الميدان، أخذت إجازة بدون راتب، فمضطر انك انت واحد من الامرين، يا اما بتسلم البطاقه لاداره التامين الصحي بيعطوك كتاب انك سلمت، او بتخلي معك البطاقه بتروح عندهم التامين الصحي بتدفع عن سنه كامله او 6 اشهر، بيحولوا لك البطاقه من انك على راس عملك ان بيطبعوا لك اياها انك مجهز. ويفضل يبغى الاجازه بدون راتب لسنوات طويله يدفع بلاش تتراكم عليه الاموال. شو هي الاوراق المطلوبه لك انك انت تعيد اصدار بطاقه التامين الصحي؟ طبعا انت شرحنا اول ده اللي بده يطلع بطاقه تامين صحي لاول مره. هلا شو الاوراق المطلوبه؟ انت هسه رجعت على عملك، ما دام داومه المدرسه بدك تجيب اول شيء كتاب تغطيه من المدرسه، نفس الوقت موقع ومختوم، موقع من مدير المدرسه ومختوم ختم المدرسه. اثنين، بدك تجيب كتاب مباشره اللي انت في، راح يجيك كتاب على المدرسه مباشره في العمل، صورة عنها بدك تاخذها للتأمين الصحي. كمان في نموذج التأمين الصحي حكينا عنه، بدك تعبين معلومات عنك سواء إصدار أو إعادة إصدار أو أي شيء بيتعلق بالتأمين الصحي، لازم إجباري. هلا أنت رجعت لعملك، جبت كتاب تغطية وجبت النموذج التأمين، بدك تضطر تجيب كمان كتاب براءة التشكيلات أو قرار التعيين اللي تعين فيه أول مرة، بكونوا كاتبين عليه والتعيينات الجديدة، أو كشف في أسماء معلمين اللي تعينوا في التربية، هذا بطلبوه. صورة عن دفتر عائلة إلك اللي فيها اسمك والرقم الوطني، إذا كنت متجوز متزوج بدك تجيب تصور الدفتر كامل، عندك أولادك تصور صفحتك وصفحة المدى وصفحة الأولاد، بدك تضيف الأب والأم أو الأخت أو الأخ، بدك تصور دفتر عائلة اللي فيها أسمائهم، بدك تجيب كمان كشف راتب عن آخر شهر من التربية او من المدرسه، بتاخذه من المدرسه اذا كان النت معطل، بتروح على التربيه بتختمه، بتاخذه مع الاوراق عند قسم شؤون الموظفين، عند موظف الاجراءات بيطبع لك كتاب لاداره التامين الصحي. صوره شخصيه لكل واحد، اللي عمره 3 سنين وتحت ما بيحتاج صوره. بدك تجيب صوره عن كتاب براءه الذمه، اللي هو صوره عن كتاب براءه الذمه اللي انت طلعت فيه بريء ذمه، او حتى صوره عن كتاب اول اجازه حصلت عليها واخر اجازه حصلت عليها، وكتاب وصوره عن كتاب المباشره. واذا في عندك صوره عن كتاب وقت انك سلمت بطاقات التامين الصحي ارفقها، بطلبوها. احسن ما يقول لك انه عليك مصاري ويدفعوك السنوات السابقه. على فرض يعني انت اخذت اجازه 5 سنين، كل شهر كان يقطع منك 13 ليره 15 ليره، ومع انه ما تروح تراجع عشان تطلع بطاقه التامين الصحي بقول لك يا عمي انت ما سلمت. لا يا عمي، هاي صورة عن الكتاب اللي أنا سلمت، هاي من عندكم على الجهاز الكمبيوتر، مبينش عندهم، لما يكون معك ورقة ومختومة منهم مقال هيك تاخذ حقك بزيادة. فالرسوم طبعا راح تكون دينار واحد عنك وربع دينار على كل واحد. بنعيد من أول جديد، الأوراق المطلوبة كتاب تغطية من المدرسة، موقع ومختوم من مدير المدرسة، نموذج التأمين الصحي بتعبيه عشان ما تصف على الدور عندهم تغلب، وصورة عن براءة التشكيلات أو قرار التعيين او التعيينات الجديده، صوره عن دفتر عائلي فيها كافه الاسماء اللي انت بدك تطلع لهم بطاقه تامين صحي، كشف راتب عن اخر شهر اما من المدرسه بتجيبه ونختم لك اياه من المديريه، او بتاخذه من المديريه او الوزاره بتختمه، صوره شخصيه لإلك ولكل فرد بدك تعمل له بطاقه تامين صحي ما عدا اللي عمره 3 سنين، صوره عن كتاب الاجازه اللي بدون راتب وعلاوات يبين فيه انك انت امتى اخذت اول اجازه وامتى اخذت اخر اجازه، وصوره عن كتاب المباشره. وكمان بدك تحسب حسابك انك تدفع رسوم دينار وعلى كل فرد ربع دينار. اتمنى اني انا اوجزت او وضحت هالمره هاي، انا شرحت شيء بسيط ما طولت، فبتمنى من الجميع اللي يتابع صفحتي باستمرار حتى يوصلوا كل شيء، يعمل لي لايك وشير لصفحتي اسمها المعلم، انا بنشرها على المعلم، بنشرها بقناتي، فاتمنى انها تكون فائده للكل. وشكرا لمتابعتكم.